بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نحاول نديرو مدخل إلى ما يسمى بلي تابلو دو كارنو، ولا باللغة الإنجليزية يسموهم كارنو مابس. في الحقيقة لازم أولا نتفقوا على الهدف من هذو لي تابلو دو كارنو ولا الكارنو مابس، وش هو الهدف منه. الهدف من الكارنو مابس هو لا سمبليفيكاسيون، لا سمبليفيكاسيون تاع لي فونكسيون لوجيك. الوغ تقدروا اذا ذكرتوا مليح في الحصص السابقه وفي الفيديوهات السابقه كنا درنا ديجا امثله على لا سمبليفيكاسيون باستخدام لي ريغل دو لاجبر بوليان. دونك شفنا بلي كاين سيغتان ريغل اللي يخلونا نديروا لا سمبليفيكاسيون، وانما المشكل اللي تطرح اذا كان عندي اون فونكسيون. دونك شفنا كيفاش نديروا لا سمبليفيكاسيون، ومن بعد شفنا بلي لا فونكسيون لوجيك نقدروا نخرجوها من اسمك تكون عندي اون طابل دو فيريتي. مثلا عندي اون طابل دو فيريتي، دونك نقدر اون طابل دو فيريتي نقدر نخرج منها ليكسبريسيون لوجيك مثلا باستخدام لي مين تيرم ولي ماكس تيرم، دو فورم كانونيك. لكن المشكل يوقع اذا كان عندي مثلا اون طابل دو فيريتي، مثلا كيكون عندي كات فاريابل، مثلا عندي اف دو ا بي سي دي. مثلا عندي فونكسيون عندها 4 فاريابل، يعني لا طابل دو فيريتي تاعها راح يكون لا طاي تاعو 2 على بويسونس 16، راح يكون فيه 16 بلوتو ماشي 2 على بويسونس 16، 2 على بويسونس 4، يكون فيه 2 على بويسونس 4 اللي هما 16 اونطري، معناها عندي 16 اونطري. دونك وشفنا باللي باستخدام لا طابل دو فيريتي نشوف وين لا فونكسيون اي تيغال ا 1 ونخرج لا فونكسيون تاعي على الشكل مثلا بار اكزومبل ا بار بي سي بار مثلا دي بلس ا بي بار سي بار دي بار بلس مثلا ا بار بي بار سي دي اكسيتيرا. دونك هادو هما لي ماكس تيرم، دونك لي ماكس تيرم اللي يخرجوا من لا طابل دو فيريتي. بون الاشكال وين يوقع اذا كان عندك اون فونكسيون وين فيها بزاف لي ماكس تير ولا بزاف لي مين تير. هنا من الصعب جدا انه تقدر تبسطها باستخدام لي ريغل دو سامبليفيكاسيون اللي نعرفوهم في الجبر بوليان، لانه مثلا راح تكون عندك 1 2 3 باغ اكزومبل، عندك اون فونكسيون نكتبوها بشكل نيميريك مثلا 3 6 8 9 11 13. من هاد لا فونكسيون مثلا لو كان راح تكتبها من الشكل هذا من بعد كيفاش راح تسمبليفيها؟ تكون لا سمبليفيكاسيون راح تكون معقده جدا، لانه باش تقدر دائما او باش تقدر تفكر وراهم لي فاكتور كوما وتخرج العوامل المشتركه وتيدي مين اكسيتيرا، سا سرا تري كومبلكس و تري فاستيديو دو لا سمبليفي بالطريقه هذه. لذلك الجبر بوليان ولا القواعد تاع السمبليفيكاسيون اللي نعرفوهم في الجبر بوليان استخدامهم بشكل يدوي يبقى محدود اذا كان عندي بالنسبه لدي فونكسيون وين مثلا عندي دو فاريابل ماكسيموم ولا تروا فاريابل. لكن لما تكون الفونكسيون يعني لما تكون فونكسيون تكون حجمها كبير جدا تقريبا من شبه المستحيل انه ندير لا سامبليفيكاسيون باستخدام لي ريغل دو لالجبر بوليان. دونك الحل في هذه الحاله هو استخدام طريقه اخرى، تكنيك اخرى يسموها لي طابلو دو كارنو. دونك لي طابلو دو كارنو يخلونا نديرو اسمع منهم نقدروا نخرجوا لا فيرسيون سامبليفي، يعني عكس لا تكنيك تاع لي فورم كانونيك في لي طابلو دو كارنو مباشره من لا طابل دو فيريتي نقدروا نخرجوا لا فورم سامبليفي تاع لا فونكسيون. فوالا دونك نبداو نطبقوا او نبداو نتعلموا لي طابلو دو كارنو مع لا فيرسيون لا بلو سامبل اللي هي اون فونكسيون اف اللي عندها دو زونطري. بون نبداو بهذه ومن بعد نفوتوا الفونكسيون اللي عندها 3 زونطري ومن بعد نفوتوا الفونكسيون اللي عندها 4 زونطري. لكن نبداو بلا فونكسيون لا بلو سامبل اللي هي عندها دو زونطري. اذا هذا سي لا طابلو دو فيريتي تاع لا فونكسيون تاعي اف عندها دو زونطري. بيان سور هنا مثلا في الحاله هذه
تقدروا تخرجوا اف، دونك تقدروا تخرجوا اف باستخدام لا تكنيك اللي هي تاع لي تاع لي مين تيرم ولا تاع لي ماكس تيرم كيما تحب. مثلا هنا نقدر نخرج اف باستخدام لا تكنيك تاع لي مين تيرم، دونك هذا يعتبر ان مين تيرم، وبالتالي لا فونكسيون هي ا بار بي، دونك ا بار ا بار بي بلس، دونك هذا سيت ان دوزيام مين تيرم اللي هو يعتبر ا بي، دونك ا بي. وبالتالي دونك بون هذه سي لا بروميير فورم، ونلاحظوا باللي عندي بي ك فاكتور كوما بي بلس في ا بلس ا بار اللي هي بي. دونك لاحظوا باللي كي ولات لا فونكسيون صغيره فيها دو فاريابل، دونك قدرت باستخدام لي مين تيرم، دونك هادو سون لي مين تيرم، قدرت نخرج لا فورم فينال تاع لا فونكسيون اللي هي بي. دونك قدرت نخرج لا فورم فينال تاع لا فونكسيون اللي هي بي. بون لاحظوا باللي لا فونكسيون اللي اكزاكتومون وين تكون بي ايغال 1 تكون لا فونكسيون 1، وين تكون بي ايغال 0 لا فونكسيون تكون 0. دونك هذه الطريقه تاع لا سيمبليفيكاسيون الجبريك. دونك حنا راح نحاولوا نبداو نشوفوا واش هي فكره لي طابلو دو كارنو. دونك لي طابلو دو كارنو الفكره هي انه تحط لي فاريابل تاعك على شكل اون ماب، خريطه، يعني على شكل ان طابلو دو ديمونسيون. دونك سي بور سا يسموهم كارنو مابس لانه وكانه عندك دو ديمونسيون، تحط لي طابلو لي فاريابل تاعك على شكل دو ديمونسيون. هنا عندي الفاريابل تاعي، عندي دو فاريابل دونطري، عندي مثلا هنايا ا بي، دونك نحط اي قابل بي باسكو عندي دو فاريابل نحطهم بالشكل هذا، وعدد لي كاز اللي يخرجوا هنايا هما بيان سور نفس عدد لي كاز اللي كاين في لا طابل دو فيريتي. يعني عندي كات هنايا، عندي كات، لكن ما نكتبهمش بنفس الطريقه اللي نكتب بها لا طابل دو فيريتي، راح نحطهم يعني ا اون فونكسيون دو بي، شغل نحاول نخرج ا بدلاله بي ولا اسم العلاقه بين ا و بي، فوالا اسم قيمه الفونكسيون en fonction de a et b. وهنا نحط لي فالور بوسيبل تاع ا اللي هما 0 1، وهنا لي فالور بوسيبل تاع ب هما 0 اي 1. دونك هذه الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى نرسم اون طابل دو فيريتي ولا كارنو ماب فيها عدد حسب عدد لي فاريابل. دونك هنا زوج، دونك كارنو ماب تاعك يكون فيها 4 4 اونطري، يكون اون ماتريس كيما هكذا فيها 4 اونطري، فوالا. دونك الحاجه الثانيه تحط لي فالور تاعك 0 1 0 1، ومن بعد تحط لي فالور اون فونكسيون دو لا طابل دو فيريتي. دونك معناها نبداو 0 0، دونك 0 0 لا فونكسيون قيمتها 0. دونك هنا 0 1 اسمها ال ا 0 وال بي 1 لا فونكسيون قيمتها 1. دونك لا دوزيام اونطري اللي هي 1 0، دونك 1 0 لا فونكسيون قيمتها 0. لا تروازيام اونطري 1 1. دونك هذه ليتاب دوزيام في لا طابلو دو كارنو. طابلو دو كارنو هذه هي الدوزيام ايتاب. بعد ما استخرجنا لا طابلو دو كارنو تاعنا، الوغ الفكره الاساسيه في لا طابلو دو كارنو، الفكره الاساسيه اللي هي انه سكون ابل لو جروباج، هو انه تدير يعني تجمع لي فالور اللي يكونوا ا، استدير هذا الان مع الان نجمعهم مع بعض، دونك دير اسكو نابيل دي جروب، تشكل اسكو نابيل دي جروب دو 1. وهنا عندي ان سول جروب دو 1، لكن هنا تقدروا ترجعوا لها في الكور، كاين 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 قواعد كيفاش ندير دي جروب دو 1. مثلا نعطيكم بعض لي ريكل كيفاش ندير دي جروب دو 1 في الكا تاع كات هذه. مثلا عندي 1 1، دونك 1 1 ما نقدرش ندير جروب دو 1، ما كاينش جروب دو 1. الان لازم يكونوا يا اما في نفس لانين يا اما في نفس لا كولون، دونك ما نقدرش ندير هذه، ما نقدرش ندير هكذا، ما نقدرش ندير باغ اكزومبل هكذا، تسمى هذو ما يمثلوش ان سول جروب باسكو ماهمش ادجاسون، يعني ما نقدرش ندير دي جروب في الدياغونال، فوالا هذه سي لا بروميير مارك. معناتها يا اما ندير دي جروب كيما هكذا 1 1 1 1، يا اما ندير دي جروب هكذا، يا اما ندير دي جروب هكذا اذا كانت عندي 1، بصح ما نديرش دي جروب في الدياغونال، فوالا. دونك راح تطرحوا سؤال واش ندير كي يكون عندي كي يكونوا لي ان في دياغونال. الحل هو انك ما ديرهمش في ان جروب. بون نرجعوا باش ما نعقدوش المثال.
فوالا دوك خلاص درت ان جروب دو اسم. هذا هو الجروب الوحيد اللي عندي في الان. دوك لي زيرو ما عندي ما ندير بهم، لي زيرو ما يهمونيش. دوك وين كاين زيرو سامنتي ريسبا، اللي يهمني هو وين كاين ان. دوك تقدروا اصلا ما تكتبوش لي زيرو، تقدر تحط غير لي ان. وين كاين ان تحط ان وصاي، لي فالور وين كاين زيرو تقدر ما تحطهمش، ما تحط حتى شي هنايا، تحط انيكمون لي كاز وين كاين ان. باسكو حنا رانا انتريسي بلي كاز وين كاين ان. الخطوه الثانيه درك ما كملنا ليطاب دو جروباج هذه، درت لو برومي جروب تاعي، دونك عندي ان سول جروب. الان راح نستنتج ليكسبريسيون تاع لا فونكسيون اف من هذا الجروباج. بون كيفاش؟ لاحظ هنايا في هذا الجروب، لاحظوا في الجروب هذا، الجروب هذا القيمه تاع الا تتغير، دونك تكون 0 تكون ان، لكن في الحالتين الجروب هذا قيمته ان. معناها انه الفونكسيون بالنسبه لهذا الجروب وبالنسبه لهذا لو تيرم، الفونكسيون ما عندها ما تاثرش بالا، تتاثر واش تتاثر باش تاثر، تاثر بالبي. يعني هنا واش معناها؟ معناها هنا عندك ان كيكون ان يقال 0، وعندك ان كيكون ان يقال ان، معناها اوتوماتيكمون هنا البي الان مش راح يدخل في لو تيرم. يبقى لا لين هذه، دونك لا لين ال ديبون دو كوا، ال ديبون دو بي. لا لين هذه تتعلق بالبي، لكن واش من قيمه تتعلق بالبي؟ تتعلق بالبي ايغالا ا، داكوغ، تتعلق بما يكون بي ايغالا ا. معناها اف باختصار هي بي. لو كان جا لا لين هذه هنا في وين راهو كاين زيرو، اف راح تكون بي باغ. اسمها الاف هي عكس البي، اسمها لما يكون بي ايغالا زيرو الاف تكون ايغالا ا. دونك ببساطة هذه أول فكرة لازم نتعلموها في لي طابلو دو كارنو. لي طابلو دو كارنو دير لو جروباج نتاعك، ومن بعد تحاول تستنتج لي تيرم من لي جروب. دونك كل جروب يشكل ان تيرم، بالتحديد يشكل ان مين تيرم، دونك اللي كنا نسموه قبل ان مين تيرم. دونك هذا سي ان مين تيرم، ان مين تيرم مينيمال فيه لكن البي، داكور. فوالا هذا سي كونسيرنون، وهذه راح تبان بشكل اوضح لما يكون عندي دي فونكسيون مثلا فيهم 3 فاريابل ولا 4 فاريابل، راح يكون عندي ا في البي ولا بي في سي الى اخره. فوالا هذا سي تان برومي اكزومبل. دونك هذا سي تان برومي اكزومبل تاع وين اف ايتيغالا دونك هذا نسميوه باغ اكزومبل اف 1. فوالا اف 1 ايغالا بي. لاحظوا باللي مباشره بالطريقه هذه خرج لي لا فورم سامبليفي. هنا ما خرجتليش لا فورم سامبليفي، لكن خرجت لي لا فورم لا فورم سامبليفي. دونك هنا خرجت لي لا فورم سامبليفي. دونك نقدروا مثلا نقدروا نزيدوا ان هنا. دونك لاحظوا كي نغير هنا ندير ان، نسمي هذه نسميها اف 2. دونك اف 2 سي كوا؟ دونك نقدر نزيد ان هنايا وتولي عندي ان هنا في لا طابل، في طابلو دو كار. لكن قبل ما نستخدموا لا طابلو دو كارنو، دوكا سما تخيلوا بلي عندي اون فونكسيون، هذا هو لا طابل دو فيري تاعها، فيها 1 1 0 1. لو كان نستخدموا لي لا تكنيك تاع لي مين تيرم، دونك نقدروا نستخدموا لا تكنيك تاع لي مين تيرم، تولي عندي ا باغ ا بي بلس باغ اكزومبل هذه سي كوا، سي ا باغ بي بلس هذه ا بار بي بار ا بار بي بار بلس ا بي. دونك هنايا نقدر مثلا نخرج نخرج ا بار كوميتون فاكتور كومون، تولي عندي ا بار في بي بلس بي. فوالا عندي ا بار b plus b bar a bar fait b plus b bar plus a plus ab. donc il y a est égal à a bar plus ab plus ab il y a a bar نعرفوا اللي هذه est égal à a bar plus plus b. bon هنا سي استخدمت لي ريغل دو سامبليفيكاسيون اللي هي ا بار بلس بي، ولا العكس. دونك نلاحظوا باللي
لو كان واحد اخر يكون شويه اذكى من 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 مني في الحاله هذه يقدر يستخدم لي ماكس تيرم اوليو باش يستخدم لي مين تيرم يقدر يستخدم لي ماكس تيرم. دونك يستخدم لي ماكس تيرم معناها مباشره يستخدم هذا بو في الماكس تيرم واش يخرج لك. دونك عندك هذا لو زيرو يقابل لو ماكس تيرم لانه هنا لي زونطري تاع الماكس تيرم اقل من لي زونطري تاع المين تيرم. دونك راح نستخدم الماكس تيرم بون تولي ا اللي هي انفيرس تولي ا بار بلس بلس بي بون لانه في الماكس تيرم عندك ا تقابل تقابل زيرو والابار تقابل ا معناها هذه ا زيرو هي الابار بلس. لاحظوا باللي وصلت نفس النتيجه. دونك وصلت نفس النتيجه لانه استخدمت لي ماكس تيرم وهنا استخدمت لي مين تيرم. لكن الان حاولوا نوصلوا ليكسبريسيون هذه باستخدام الطابلو دو كارنو. استخدموا الطابلو دو كارنو. دونك هنا درت لو برومي جروب هذا اللي هو الجروب تاع ان خليه كيما راه. يبقى لي اشكال دروك يبقى لي الان هذا ما قلت لكمش بلي ان جروب يكون فيه يا اما ان يا اما 2 يا اما 4 يا اما 8 يا اما 16 اكسيتيرا. الجروب دائما يكون فيه باور اوف 2 يعني يكون فيه ان بويسونس دو 2 من لي فاريابل يا اما يكون 1 يا اما 2 يا اما 4 يا اما 8. معناها نقدر ندير ان جروب دو 1 ونقدر ندير ان جروب دو 2. هنا نقدر ندير ان جروب دو 1 ولا نقدر نجمع الان هذا مع الان هذا اسم نديرهم كامل في جروب واحد. الحقيقة أنا ما عنديش الاختيار، لازم كي دير الجروباج دير لو ماكسيموم بوسيبل. معناها لو كان دير ان هنا غلط لانه الان هذا مفروض يتجروبا مع الان اللي حداه. تعود ما تقدرش دير انا اسم الان هذا دير لو ماكسيموم لو جروباج ماكسيموم بوسيبل. هنا سي با لو ماكسيموم اسم لو كان ديرو وحده هاك اصلا كنت قادر ديرو مع الان اللي حداه. دونك سي بور سا هنا في الحقيقة الجروباج صحيح هو انك دير هذا مع بعضها. دونك دير هادو لي دو مع بعض اسم هادو كامل يعتبروا ان اوتر جروب يعتبروا مع بعضهم ان اوتر جروب. فوالا دونك هادو يعتبروا مع بعضهم ان اوتر جروب. اذا دونك هذه ديجا شفناها من قبل الجروب هذا يعطيني بي. دونك شفنا باللي في ليكزامبل اللي فات هذا الجروب يعطيني بي باسكو انا مزدت غير هنا الان. دونك نشوف الجروب هذا. الجروب هذا اللي هو الاول دونك اسكو يتعلق بالا ولا يتعلق بالبي. دونك الجروب هذا يكون قيمته ا لما البي يكون 0 ولما البي يكون ا. معناها الجروب هذا ما يتعلقش بالبي هو يتعلق بالا صح لكن يتعلق بالا. واش من قيمه الاي تتعلق بها اسكو 0 ولا الا يتعلق بالا كي يكون 0. دونك كي يكون الا 0 الفونكسيون تكون ا معناها هذه تساوي بي بلس ا بار يعني مباشرة B plus A bar. لاحظوا باللي باستخدام الطابلو دو كارنو مباشرة نوصل لا فيرسيون فينال لا فيرسيون سامبليفيي تاع لا فونكسيون. لاحظوا باللي هنايا شوفوا واش درت باش قدرت نخرج A bar plus B. وهنا المثال ما يبانش يعني هنا ممكن يبان لكم باللي يعني كامل كيف كيف لكن لما نروحوا الأمثلة وين عندي لا طابل دو فيريتي تاعي يكون فيها مثلا 8 اونطري ولا يكون فيها 16 راح يكون الفرق بين انك تستخدم لا طابل دو كارنو وبين انك تستخدم الجبر البوليان فرق واضح. اذا هذا مثال اخر على كيفاش نستخدم الجبر لا طابل دو كارنو. شوفوا مثال اخر راح نغيره في في لا طابل دو فيريتي ونشوفوا مثلا اكزامبل مثلا اون فونكسيون تعرفوها مليح دوك اللي هي هذه. دوك نورمالمون تعرفوا شكون هي لا فونكسيون هذه اللي لا طابل دو فيريتي تاعها اللي هي لا فونكسيون اكس اور. تعرفوا باللي يسموها لا فونكسيون سي لا فونكسيون اكس اور اللي هي اللي هي لا فونكسيون اللي تمد لك زيرو اذا كان لي فالور مختلفه. دوك هذه سي لا فونكسيون اللي هي اكس اور. الان نحاول نجيب ليكسبريسيون تاع لا فونكسيون اكس اور باستخدام الطابلو دو كارنو. دونك باستخدام لي مين تيرم بون تقدروا تقولوا بلي باستخدام لي مين تيرم عندكم ا زيرو يقابلها ا بار في بي بلس هذا المين تيرم دوزيام اللي هو ا في البي بار ا
بيباق، وهذه الاكسبريسيون اللي تعرفوها توما فيما يخص الاكس ار. يعني هذه لا فونكسيون اللي ما نقدروش نسامبليفيوها، اسمها هذه فونكسيون ما عندهاش اون سامبليفيكاسيون. هذه نسميوها حنايا ا اكس ار، ا اكس ار بي، ما عندهاش اون سامبليفيكاسيون، اسمها هذه لا فيرسيون لا بلو سامبليفي. مي حنا عاده نستخدموا اونيكمون لو اند اي لو اور باش نكسبريمي. معناها هذه سي ا في بي بار بلس بي بار ا بار في بي. نحاولوا نجبدوا هذه الاكسبريسيون من لو طابلو دو كارنو. دونك نحطوا لي فالور تاعي، عندي هنايا 0، دونك عندي هنايا 0، عندي هنايا 0 مع ال ا سي ا، عندي هنايا ا مع 0 0 ف ا ماشي 0 سي ا، وهنا عندي ا مع ال ا سي 0. دونك اذا هنا كيفاش نخرج ليكسبريسيون من هذا ليكزامبل؟ وهنا كيفاش ندير لو جروباج؟ ما نقدرش ندير هذا الجروب كيما قلت لكم قبل، سي امبوسيبل، ما نقدرش ندير هكا، ما نقدرش نجروبي هذا ال ا مع هذا، ما كانش كيفاش نجمعهم في ان جروب واحد، لانه ما مش في نفس لالين، وما مش نفس ما مش في نفس لالين، وما مش نفس نفس لا كولون، سما سي امبوسيبل باش نديرهم في ان جروب دو دو. دونك هنا ما عندي حتى حل الا ان نديرو في ان جروب دو ان، اسمها هذا نديرو في ان بريمي جروب دو ان، وهذا نديرهم في ان بريمي جروب دو ان، اسمها هذا الحل الوحيد اللي عندي، نجمل هذا في ان جروب دو ان وهذا في ان جروب دو ان. الان درك بعد ما درت لي جروب نتاعي نحاول ندير لانتربريتاسيون تاع لي جروب. اذا هذا الجروب الاول، بون هذا في هذا الجروب هذا يتعلق اسم هذا الجروب مادام فيه واحد فريد، ما كانش ان فاريابل فيكس هنايا، كان اسم هذا الجروب il dépend de a و il dépend de b، il dépend de a، دونك il dépend de a et il dépend de b. alors كي يكون a 1 الجروب هذا يكون، كي يكون a 0 الجروب هذا يكون a، معناها هنا هذا يقابل a بار. كي يكون b 1 الجروب هذا يكون a، معناتها يقابل b. دونك هذا الجروب الاول يعطيني هكذا، وهذا الجروب الدوزيام يعطيني دونك نعاود نديرو لانتربريتاسيون. الجروب الدوزيام هذا كي يكون ال A 1 فوالا والبي ايغال ا 0، معناها ال A بون كي يكون البي ايغال ا 0 الجروب هذا يكون ايغال ا، معناها لا فونكسيون تكون ايغال ا، معناها هذا سي بي بار. دونك فوالا، دونك هذه سي لا فيرسيون، لا فيرسيون هذه سي اف، سي لا فونكسيون تاعي، سما خرجناها من لا طابل دو فيريتي اللي هي هذه. دونك فوالا، سا سي كونسيرنون ليكزامبل، سما هذه سي ليكس اور، هذه ما نقدرش نسامبليفيها اكثر، سما هذه اللي ديجا سامبليفي فوالا. دونك هذا كونسيرنون الطابلو دو كارنو، اسم الفكره تاع الجروباج والفكره تاع كيفاش نخرجوا لي زيكسبريسيون. العمليه راح تكون اوضح مع مرور الامثله، يعني كل ما نديروا اكزامبل وكل ما نشوفوا لي كا قد ما راح تكون لوبيراسيون اوضح، خاصه لما نشوفوا دي طابلو وين يكون عندي بليزيور اونطري، اسم يكون عندي مثلا فونكسيون فيها 3 فاريابل، لما تكون عندك فونكسيون فيها 3 فاريابل اكيد الطابلو دو كارنو راح يكون يكون فيه 16 اونطري، ما يكونش فيه 8، وبالتالي العمليه راح تكون اوضح من لو كا تاع يكون فيه جوج. هنا نقدروا نديروا ان مثال اخر، بون نديروا مثال اخر على مثال اخر، مثلا نديروا مثلا مثال هنا مثلا نديروا هكذا 1 1 1. بون نخليو هذا المثال 1 0 فوالا، استادير هاد لا فونكسيون تكون 1 في تو لي كا 1 1 1، اي هنا تكون 0. بون في المثال هذا ني قلت لكم مادام عندكم 0 1 تقدر تستخدم تستخدم ال لا فورم، لا فورم كانونيك، لا فورم كانونيك اللي هي بيان تستخدم لا دوزيام فورم كانونيك اللي هي
لي ماكس تيرم راح تعطيك ا بار بلس بي بار، اكيد راح تعطيك ا بار بلس بي بار لانه هذه الان تقابل ا بار وهذه الان تقابل بي بار، وهذا هو الزيرو الوحيد تسمى هذا هو لو ماكس تيرم، تسمى الفونكسيون راح تكون بالشكل هذا اكيد. دونك مي نحاولوا نستخرجوا لا فونكسيون باستخدام لي لو طابلو دو كارنو. دونك اول جروب دو ان هو اكيد هذا الجروب، ثاني جروب دو ان هو هذا الجروب، تسمى عندي دو جروب دو ان، هذا الجروب وهذا الجروب. اذا بالنسبه لهذا الجروب مي دو بون با دو بي باسكو بي يكون كي يكون ان وكي يكون زيرو كيف كيف الجروب كامل يكون ايغال ا، معناها ال ديبون دو ا، مي ا لما يكون ا ايغال ا زيرو، تسمى لما يكون ا ايغال ا زيرو الجروب يكون ايغال ا، معناها هذه تمثل ا بار، وهذا الجروب دوزيام ي ديبون با دو ا اصلا ما يتعلقش بالا لانه اي كي يكون زيرو كي يكون ا في الحالتين الجروب يكون ايغال ا، معناها ال ديبون با دو ا، معناها ال ديبون دو بي. لكن واش من بي il dépend pas de b c'est-à-dire il dépend le mécon b égal à 0 le groupe يكون égal à 1 donc هو il dépend de b le mécon b égal à 0 le groupe يكون égal à 1 معناها il dépend de b b bar قلت لكم بلي هذه a بار a plus a bar plus b bar كنا قادرين نخرجوها من هنا. voilà donc هذا concernant le tableau de Carnot في الحاله وين يكون عندي uniquement deux variables. donc شفنا تقريبا تو لي بوسيبيليتي، دونك شفنا ليكزومبل تاع الاكس اور، شفنا ليكزومبل وين يكون عندك اونيكمون ما تقدرش دير دي جروب دو ان اكسيتيرا. دونك فوالا هذا برك مدخل الى لي طابلو دو كارنو. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله راح نشوفوا طابلو دو كارنو بالنسبه لدي فونكسيون وين عندي بلوزيور فاريابل، هنا راح يبان الدور تاعو بشكل اوضح. نشكركم على المتابعه، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو لاحق ان شاء الله.